ونبقى في الحقل الثقافي، وهذه المرة مع بيوت الشعر التي تم إنشاؤها بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث نظم بيت الشعر في الأقصر أمسية شعرية للشاعر عزة الطيري، وذلك في إطار البرنامج الشهري لبيت الشعر الذي يهدف إلى تواصل الأجيال الشاعرة وتبادل الخبرات والارتقاء بذائقة جماهير ومحبي الشعر والتعريف بالتجارب الشعرية المهمة والملهمة. وقدم الأمسية مدير بيت الشعر كلمة هنأ فيها جماهير بيت الشعر بالتوسعة الجديدة المزمع إضافتها قريبا إلى قاعات بيت الشعر لتتسع لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير وأنشطته المتنوعة.